الرتبة الأولى فريق الرجاء والرتبة الثانية لابد نقطة واحدة فريق الوداد. أولا كما قلت اللقاء اللي كيجي في معطيات خاصة وخصوصا اللي كتبوا الآن اللاعبين ديال فريق الوداد مازال فوق أرضية الملعب، عملية الإحماء وعملية التسخينات قبل الصعود الرسمي لأرضية الملعب حتى نعيش كل هذه الأجواء ونعيش أكيد مع الجمهور الكريم أجواء هذا الديربي. الرجاء للاعبين نزلوا منذ قليل إلى مستودع الملعب بعد ما قاموا كذلك بعملية الإحماء. قلت بأنه هناك معطيات كثيرة